مرحبا بكم. بالرغم الوضع الصعيب اللي تتعدى به بلادنا، من الاشياء الرائعه وقت اللي نشوفوا شباب تونسي مازال يزرع في الامل، مازال مؤمن تونس يحب يخدم فيها ويقوم ببعث المؤسسات. احنا قدام البروتوتيب هذايا اللي هو كان عام 2015 مشروع التخرج للشاب التونسي كريم العايدي. البروتوتيب هذايا تحول للشركه الناشئه ستيا، الشركه المختصه في صناعه لي سيبور ميتاليك مودرن، وخاصه لي سيبور اللي يدخلوا في مجال الفوتو فولتايك. بفضل الشركه هذه عدد المنتجات اللي كنا نوردوا فيها ولا تصنعوا في تونس كيف من طموحات الشركه هذه هي التصدير. احنا في المنطقه الصناعيه بن عروس مع بعضنا باش نكتشفوا شركه ستيا. سوسيتي ستيا تأسست عام 2015. سبيسياليتي نتاع الشركه هذه اللي هي الفابريكاسيون دي اكسسوار اون الومنيوم et essentiellement les accessoires et les supports adaptés pour les installations photovoltaïques. ركزنا برشا على الطاقات المتجددة خاطر اليوم سي لو فوتور. حكينا برشا على الفابريكاسيون تاع لي ستركتور و لي اكسسوار. اليوم زاد كيف كيف حاولنا باش نركزوا على صناعة اكسسوارات واحد اخرين اون الومنيوم اللي برشا شركات كانت تعمل في الامبورتاسيون. اليوم الشركة الصناعية اللي هي ستيا ركزت اكثر على الفابريكاسيون لوكال بور فالوريزي لو برودوي ميد ان تونيزيا. اليوم البرودوي نتاعنا الحمد لله ولا معروف برشا في المحل لوكال، واليوم الفيزيون نتاع ستيا اللي هي الاكسبور اللي سافي بلوس كو دو زون. اليوم دخلنا للمارشي نتاع الاكسبور جو سيت مغرب، الجزائر، فرنسا، سويسرا، لوبينا. لي برودوي هذوما خدمنا عليهم والحمد لله ومازلنا ناويين باش نطوروا اكثر. اللي خلاتنا نطوروا اكثر سي ليسبري جون نتاع ستيا. ستيا اليوم متكونه من دي جون تبارك الله عليهم، هي اللي خلات الشركه تقدم. دونك اون ا فالوريزي تو سا سويت او ديبارتمون زاد كيف ريشيرش اي ديفلوبمون، واللي خلينا نقدموا بالامبيسيون هذايا وخلينا نصنعوا دي ارتيكل جدد. اليوم الوضع صعيب في تونس، وانا من موقعي ان طونك فونداتور شركه صناعيه في تونس نشجع لي جون الكل باش يخدموا في تونس باش نحاولوا نطوروا بلادنا. وما نجم كان نشجعكم، والجاي خير ان شاء الله خاطر مستقبلنا في بلادنا ومستقبلنا خير ان شاء الله، وما نجم كان كل شيء يمشي خير. وما نجم كان نقول لكم تحيه تونس.